الأسد أو نحرق البلد. يبدو أن هذا الكلام ورغم غباء قائله المستفحل من أصدق ما نطق به الشبيحة ونفذوه بحذافيره. فها هم يوما بعد يوم يظهرون مدى حقدهم لأي مشروع إنساني وحضاري ومدني. مؤكدين أن الإنسان وكل من يفكر بخدمته عدوهم الأول. غير مستوعبين بعد أنهم مهما دمروا من مشافي واستهدفوا من اطباء واعلاميين ستبقى البلد ويرحل الاسد. نظام الاسد يرتكب جرائم حرب جديده بحق المشافي والمؤسسات الانسانيه سيكون محور نقاشنا الاول في حلقه اليوم من هنا سوريا وفي المحور الثاني الى متى سيبقى حي الوعر الحمصي صامد تحت كل انواع القصف والصواريخ؟ اهلا بكم. قصفت طائرات الأسد مشفى أورينت الأعمال الإنسانية في كفرنبل بري في إدلب ما أدى إلى إصابة إثنين من الكادر الطبي واستشهاد اثنى عشر شخص آخر بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة أدت إلى توقف المشفى عن العمل بشكل كامل نتابع هذا التقرير ونعود استهداف المشفى الميداني لا فرق بين البدله العسكريه والطبيه بنظري من لم يفرق بين نقطه حربيه واخرى انسانيه الى ان القصف المتكرر لكوادر المؤسسات الانسانيه والاعلاميه يظهر ما لم يستطع سلاح بشار الاسد اخفاءه فلما تطوى 24 ساعه على التغطيه التي قدمتها شبكه اورينت الاعلاميه على مدار يوم كامل للانتصارات في ريف ادلب الا وكان لها عقاب على الطريقه الاسديه المعهوده اليوم هو يوم التحرير يوم كسر اسطوره وادي الضيف الذي لا يقهر مشفى اورينت للاعمال الانسانيه في كفر نوبل ليست المره الاولى وقد لا تكون الاخيره لاهداف طائرات الاسد، الى ان اليوم لم يعد هذا المكان ملاذا امنا لمعالجه الجرحى واسعاف المصابين، فالغارات الجويه الخمسه لم تكتفي بقتل اكثر من ثلاثه اشخاص فقط بل ادت ايضا الى توقف المشفى عن العمل بشكل كامل بعد الدمار الهائل والضرر الذي اصابها من كل جانب. لم يكن هذا الاستهداف الأول من نوعه فقد سبقه قبل عدة أيام قصف مماثل على مشفى أورينت في معرة النعمان بريف إدلب أيضا حيث اقتصر القصف على الأضرار المادية وعدد من الجرحى وهذا ما سهل من عملية إعادة ترميم الأجزاء المتضررة من تم استئناف العمل الإنساني بداخله وهنا يتوقف القانون الدولي المختص بالحروب والذي يجرم استهداف المشافي الميدانيه والاماكن التي تستخدم من اجل المساعدات الانسانيه ويعتبرها جريمه حرب الى ان القانون الدولي ذاته لم ينصف السوريين في اي صعيد عندما يكون الفاعل هو نظام الاسد ومن ريف إدلب إلى ريف درعا الذي كان مسرحا لاغتيال الطاقم الإعلامي لأورينت انتقاما على التغطية التي قدمها الزملاء لتحرير أكثر من ثلثي درعا الضربات المتتالية لم تثني السوريين عن الاستمرار في ثورتهم وبأن التغطية مستمرة محمد فيصل أورينت نيوز من داخل معسكر وادي الضيف المحرر خالد أبو المجد لأورينت نيوز سعدون السينا أورينت نيوز الدرباسية سيكون معي محمد فيصل مراسلنا من كفرنبل مباشرة من هناك ودكتور سامي بيوش مدير مشفى أورينت أيضا من كفرنبل وهادي العبدالله ناشط أعلامي أيضا من كفرنبل عبر سكايب وهنا في الاستوديو ضيف الدكتور عمار مارتيني المدير العام لمجموعة أورينت الإنسانية أهلا وسهلا فيك دكتور تفضل أهلا وسهلا مساء الخير رح ابدا بدايه مع هادي العبد ناشط اعلامي من كفرنبل بما يصير جهز معنا البث من عند المشفى. هادي بتمن يعني ان تضعني في صوره ما جرى، عمليه الاستهداف لمشفى كفرنبل هل كانت بشكل مقصود بشكل موجه ام كانت نتيجه عمليه قصف عشوائي؟ نعم، السلام عليكم، تحية عليكم لك والتحية لكل الأخوة المشاهدين، بلا أدنى شك أن استهداف مشفى أورينت اليوم كان بشكل مقصود ومقصود جدا، المشفى بعيد تماما عن كل الأهداف عن كل المنازل عن كل منازل المدنيين هو واقع على طرف مدينة كفنبل، وبعيد أيضا بطبيعة الحال عن الأماكن الاشتباكات التي حصلت أو المعارك التي حصلت في وادي الضيف وفي الحامدية، آه الـ 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 الذي يعني يثبت أكثر أن القصف يستهدف مشفى أورينت لحد ذاته أن جبهة وادي الضيف او معسكر واض الضيف مساحته ما يقارب هو معسكر الحمدية ما يقارب 15 كيلومتر يعني لم تقصف طائرات الاسد داخل المعسكر داخل المعسكر المحرر او على اطرافه، لم تقصف مواقع الثور وانما قصفت هذا المشفى، نحن كنا في قريب سيده ومع رحطات المحررتين، اتينا وتفاجانا بالقصف، زرت المشفى والتقيت مع بعض الكادر التمريضي الذي كان متواجد هناك، اخبرونا ان عدد الشهداء وصل ل13 شهيد وان هناك عشرات الجرحى يعني اكثر من 32 جريح على الاقل هناك تسع اليات للمراجعين الذين كانوا يراجعون المشفى بشكل روتيني لامراض يعانون منها او يعاني منها ذوهم تمت او احترقت تسعه اليات بشكل كامل ورايناها محترقة وربما ما يزال حطامها حتى هذه اللحظة أمام أمام المشفى تجولت في في أقسام المشفى كل الأقسام متضررة حتى غرفة العمليات التي المفترض أن تكون يعني الأمن داخل المشفى تضررت مبنى أو مدخل الإسعاف تضرر غرفة الحضانات التي تحوي أطفال صغار يعني خدج تضررت وتم نقل الأطفال إلى خارج المشفى وبعض الحضانات تضررت وتعطلت بالشظايا غرفة النساء أو قسم النساء أيضا تضرر كل المشفى تضرر لم يبقى باب على حاله لم يبقى نافذه الزجاج مكسر ويملأ الاراضي الاسره جميعها تحركت من مكانها يعني عندما دخلت الى المشفى الشعور الاول الذي شعرت به ان هذا المشفى في هذا الوقت لم يعد يعني هناك اي مجال لاستخدامه في هذه المرحله نعم <applause> أه بنتقل لضيفي دكتور عمار مارتيني المدير العام لمجموعة أورينت الإنسانية دكتور عمار يعني كما ذكر هادي عبد الله هو كان موجود هناك وطلع على الشيء اللي صار عم بيقول بأنه المشفى بحالة لا يمكن أن يعود للعمل مرة أخرى لا هو إن شاء الله رح يعود لأن المشافي السابقة اللي تم قصفها وخاصة مشفى الإنية قبله مشفى معرية النعمان وصلت لمرحله أسوأ من هالمرحله هي وقعدنا تأهيل مشفى اطمي واللي كان تعرض لتفجير اكبر من هذا بكثير اعدنا تاهيله واعدنا العمل فيه وان شاء الله هذا المشفى كمان راح نعيد تاهيله ونرجع للعمل فيه من جديد مم. وهي مو اول مره تعودنا يعني اكثر من 15 مره تنقصف مشافي والنظام ما له شغلي غير المشافي والمدنيين مشفى كفرنبل يمكن هي اي مره بينقصف ثالث مره ثالث مره ثالث مره نعم طبعا هو استهداف المشافي وخاصه مشافي اورينت منظمه اورينت مؤسسه اورينت مؤسسه ضخمه ومن كبرى المؤسسات قد تكون أكبر مؤسسة تعمل على أرض سوريا بكادر يتجاوز الألف ومئتين شخص وكلهم دول جنود غير مسلحين طبعا غير عسكريين ولكن جنود في منظومة الإسعاف وجنود من بين أطباء وكوادر طبي وكلهم جامعيين ومن طبقة مثقفة ومنظمة تنظيم كخلية عمل واحدة النظام ما بيحب هيك ناس منظمة وتعمل بشكل مؤسساتي فأي شيء يتبع لسيستم محدد يقوم بتدميره وهذا الشيء اللي صار بالاضافه لأن مؤسسه اوريانت هي مؤسسه طبيه وفي مؤسسه اوريانت اعلاميه ف والمؤسستين هذول يعني واحد ومن اول يوم بين لحد اليوم متواصلين في بشكل طبعا دائم. بشت... طيب اسمح لي دكتور عمار روح مباشره لكفرنبل كفرنبل مع مراسلنا من هناك محمد الفيصل محمد تفضل ارجو ان تصف لي الوضع هناك واذا كان بالامكان ان نرى يعني اذا كنت بجوار المشفى ان نرى ما جرى فيها حقيقة رولا للأسف الشديد يعني الطيران لا يفارق الأجواء لم نستطع البث المباشر من من بالقرب من المشفى إنما ابتعدنا عنه كثيرا لسلامة الضيوف وسلامة كوادرنا للتصحيح التقرير أو للزيادة عنه ارتفعت للأسف محصلة شهداء قصف النظام لمشفى أورينت كفرنبي إلى 15 شهيد آه منهم آه من او كلهم من المراجعين للمشفى ايضا هناك من الماره من جانب المشفى هناك مم. اصابات من الكوادر الطبيه يعني حقيقة أيضا مجزرة أخرى في معرة النعمان اليوم عند المغرب تقريبا 12 شهيد كلهم مدنيين الرد جاء سريعا من نظام الأسد بعد تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية حقيقة يعني مشفى أورينت مشفى أورينت كفرنبل ما رأيناه فيه يعني دمار دمار تام الخسائر كبيرة جدا المشفى خارج الخدمة سأترك الكلام رولا للدكتور سامي البيوش وهو مدير المشفى أورينت كفرنبل يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الجريمة التي ارتكبها نظام الأسد اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا دكتور احكي لنا ايش اللي صار في مشفى أورينت اليوم كفرنبل اليوم الساعة واحدة ونص بعد الظهر تم استهداف مشفى اورينت كفرنبيل من قبل طيران النظام بصاروخين وكانت الأضرار كبيرة جدا في عنا حصيلة الضربة كانت 15 شهيد وفي 17 جريح وفي اثنين الجرحى من الكادر الطبي إصابات خطيرة نعم دكتور المشفى اورينت كفرنبل يعني احكي لنا عنه حاليا الاضرار اللي صارت فيه اول شيء هو اقسامه ايش هو الاقسام الموجوده فيه المشفى اورينت كفرنبل بيحتوي على اقسام عديده منها قسم غسيل الكليه قسم حواضن للاطفال في عندنا قسم عنايه مشدده في عندنا قسم للعمليات في عندنا مخبر واشعه كل هاي الأقسام اليوم كان الضرر فيها كبير جدا أكثر شيء تأثر اليوم بالقصف أجهزة غسيل كلية توقفت عن العمل بسبب الدمار اللي لحق الأجهزة في عنا ثلاث حواضن للأطفال كمان الدمر الدمار شامل تقريبا أجهزة التخدير في العمليات كمان تأذت بشكل كبير بدك تقول يعني المشفى كبناء 50% تقريبا من بنيته التحتيه الدمرات وكاجهزه كاجهزه فوق ال 90% الدمرات اذا المشفى الان خارج الخدمه؟ نعم المشفى حاليا خارج الخدمه طيب خلينا نحكي عن قسم غسيل الكليه، اهميه هذا القسم؟ قسم غسيل الكليه كان عندنا ثلاث اجهزه عم يخدم منطقه كبيره عندنا كفرنبل وما حولها حتى بيجينا مرضى من من ريف حمال الشمالي وريف ادلب الجنوبي بيخدم 22 مريض شهر 22 مريض بمعدل 160 جلسه شهريا وهذا القسم بعد ما توقف اليوم فمرض الكليه بدهم يعني يتعذبوا كثير لحتى يلاقوا البديل يعني سؤال الان دكتور يعني ما يعني ايش يعني توقيف او ايقاف مشفى اورينت كفرنبي للاهالي للمدنيين هون في هذه المنطقه؟ مشفى اورينت كفرنبي هو مشفى مدعوم من قبل مؤسسه اورينت للاعمال الانسانيه والمشفى بيقدم خدمات للناس بشكل مجاني بكامل اقسامه فتوقيفه عن العمل الان يعني خساره الناس للخدمه المجانيه كم مره صار طيب محمد تقريبا هاي ثالث مره نعم نعم رلا. محمد سأعود اليك ايضا لنسال نعم الدكتور اكثر عن المناطق التي خسرت الان فرصه العلاج في هذا المشفى ولكن اسمح لي ان اذهب مره اخرى لضيفي في, في الاستوديو دكتور عمار مارتيني دكتور عمار ذكر الدكتور سامي بيوش بانه الان صار في نقص اجهزه الكلى غسيل الكلى ضربات حواضن الاطفال ايضا واجهزه التخدير صحيح هي المشكله يعني اجهزه الكلى أه لا تخدم عسكريين هي تخدم ناس مدنيين بالإضافة إلى حواضن الأطفال وكان أكبر ضرب للمشفى في هالمنطقة هي دليل أنه هذا الإجرام يستهدف الشرائح المدنية من الناس أجهزة الكلية إن شاء الله كان عندنا نحن في المشفى كفرنبي أربع أجهزة تعمل أجرينا اتصالاتنا مع منظمات شركاء لنا في مناطق من دول العالم وان شاء الله خلال اقل من شهر راح نشحن حوالي 15 جهاز جديد ونرجع بدل اربع اجهزه راح يكون في 15 جهاز ونعمل قسم اكبر من القسم اللي كان <applause> والحواضن نفس القصه راح نحط حوالي 10 10 حواضن مع غواصات اربع غواصات نعمل قسم اطفال يكون اكبر من السابق <applause> طبعا طيب, طيب احنا مريض التاهيل يعني قد ممكن لحتى ي... يقدر المشفى يكون جاهز من خلال تجربتنا السابقه مع مشفى اطمي ومشفى القني آه. ان شاء الله باقل من شهر راح يكون المشفى يعود للخدمه واحسن من اول واكبر واوسع وفي خدمات اوسع ان شاء الله مه. طيب دكتور يعني صار مؤسسه اورينت للاعمال الانسانيه منفصلة عن أورينت الإعلامية تعرضت لاعتداءات بشكل كبير من قبل النظام قتل لكوادرها الطبية دوركم الآن في موضوع التوثيق بهذا الأمر طبعا نحن مؤسسة أورينت في عنا مركز أورينت لحقوق الإنسان واللي هو مرتبط مباشرة مع ال... مرتبط مباشرة مع منظمة فيزيشن فور هيومان رايتس في الولايات المتحدة ونحن كأطباء وكوادر في قضاة ومحامين أجرينا أربع أو خمس دورات تدريبية وتأهيلية لتوثيق حالات الاعتداء على المدنيين التعذيب الاغتصاب الجنسي تدمير المشافي والبنى التحتية ووثقنا صار مئات الحالات كتوثيق قانوني وطبي مئة بالمئة <applause> وتم تسليمها باللغتين العربية والإنجليزية لمركز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وإن شاء الله يعني ما بيفلت النظام إذا فلت اليوم في المستقبل ما راح يفلت من العقاب الدولي لأن هذا قانون وبيمشي على كل الناس بالنسبة لكوادر أورينت واستهدافها طبعا نحن دائما بالمقدمة من قاعدين بإسطنبول ولا قاعدين بالقاهرة وعم نشتغل نحن قاعدين في نص سوريا وعم نشتغل لما تحررت كسب كانت كوادر اورينت الطبيه اول ناس دخلت على مدينه كسب واخر ناس طلعت من مدينه كسب. لما تحرر وادي الضيف منظومه اسعاف اورينت واللي هي الوحيده اللي عندها منظومه اسعاف في كل المنطقه وبتضم فرق واطباء متدربين ومحترفين لمنظومه الاسعاف، اول ناس كانوا مع اخوتنا المقاتلين في وادي الضيف هي منظومه اسعاف أوريانت وبالتالي بدنا نستهدف وشيء طبيعي نستهدف. وما بهمنا لان هي نحن ثورتنا طيب عدد الكوادر الطبيه ب بسوريا اللي تعمل داخل سوريا نحن هلا بتضم عندنا اكثر من 600 شخص بين موظف طبيب بين طبيب ومسعف وممرض وفني عمليات والى اخره بيزيد عن ال 600 شخص ما عدا الموظفين العاديين اللي هن مكتبيين فهي كوادر ضخمه وان شاء الله يعني مع المستقبل راح نوسع وننظم اكثر ويكون لنا وجود اكبر كمان ولن نتراجع طيب هل في وسائل حمايه معينه ممكن يتم اتباعها لحمايه المشافي يعني سواء بتامين معين سواء ب ما بعرف شو ممكن ينعمل هو شيء طبيعي في ظل هالظروف يعني ما كان مؤسس او اللي فكروا بعمل المشافي في دول العالم كلها انه يفكروا انه مشفى يتعرض لبراميل مثل هالانواع او من انواع الاسلحه الفتاكة اللي يتعرض للمشافي رغم ذلك نحن حاولنا انه غرف العمليات غرف المرضى المزمنين كذا نحاول انه تكون تحت الارض في بالطوابق السفليه نعمل الطابقين الاخيرات كحمايه طبعا م. ما راح نحكي بالتفاصيل اكثر مه. بس رغم ذلك الاله العسكريه الاجراميه عند النظام اكبر بكثير مما نقدر نحن نساويه طيب أه بروح مره ثانيه لك محمد الفيصل أه وضيفك الدكتور سامي بيوش يعني المناطق الان اللي أه تضررت جراء قصف هذا المشفى شو هي المساحه الجغرافيه اللي راح تتضرر عدد السكان يلي رح ينقصون الان العلاج بسبب فقدان هذا المشفى حاليا نعم رولا دكتور السؤال الان مشفى اورينت المناطق اللي بخدمها المناطق اللي تضررت الان من ايقاف مشفى اورينت بيل يعني المساحات الجغرافيه عدد السكان اذا في شكل تقريبي اذا في كمان مثلا تحكي لنا شوي عن تفاصيل كم كم مراجع على المشفى كان يوميا على العيادات على العمليات على هيك اشياء نعم بالنسبة لمشفى اورينت كفرنبيل عم يخدم منطقة واسعة تقريبا من من النعمان شرقا إلى سهل الغاب غربا وعم يخدم من ريف حماة الشمالي إلى ريف حم... إلى ريف إدلب الجنوبي مساحة جغرافية واسعة جدا بالإضافة إلى تقريبا عدد سكان المنطقة فوق المليون شخص المشفى بيخدم شهريا حوالي ال 5000 ل 6000 شخص لانه نحن في عندنا قسم العيادات عندنا 8 عيادات خارجيه في عندنا قسم العمليات شهريا بين ال 200 وال 250 عمليه شهريا خدمه كمان للمخبر بيعمل حوالي شيء 4 5000 تحليل اشعه الصيدلية عندنا الصيدلية جيدة وفيها معظم الأدوية ومجانية بالكامل مجانية بالكامل طيب الآن يعني الناس هذول اللي كانوا يرتادوا المشفى أو يراجعوا المشفى مصيرهم ايش راح يكون؟ راح يصير ضغط ممكن على باقي المشافي الميدانية الموجودة في المنطقة؟ هالناس آه، خسرت المشفى كـ كـ كمجاني فبدور على مصدر ثاني يعني غالبا غالبا الخاص يعني دكتور انت من خلال عملكم يعني انتم بتشعر انه اكثر شيء قسم مثلا كان انساني كان يخدم الناس انه في غير المشافي ممكن في المشافي الخاصه يكون غالي كثير انتم بتقدموه مجانا اي الاقسام اكثر شيء كنت تحس فيها انه خدمه انسانيه للاهالي والله هو كل الاقسام بتقدم خدمه للمرضى معظمها يعني كلها انسانيه بس اكثر الاقسام اللي كانت ما هي موجوده برا مثل قسم غسيل كلية يعني كانت مشفى اورينت كفرنبل متفرده فيه يعني هي المشفى الوحيد اللي في قسم غسيل كلية في المنطقة. في عندنا قسم الحواضن في عندنا ثلاث حاضنات فالحاضنة في المشافي الخاصة يوميتها شي ألف ليرة سوري. فهوني كانت مجانية فهي كمان وثلاث حاضنات اللي كانت مليانة على طول بشكل دائم يعني نحن شفناها أنه كانت مدمرة الحواضن كان فيها أطفال أيضا؟ نعم كان في خمس أطفال نقلون على مشفى خاص نعم. ما لا ما استشهد أطفال يعني, يعني, محمد؟ بالنسبة ل... نعم رلا. ما استشهد أطفال بالحواضن؟ كلهم بصحة جيدة؟ دكتور أه سؤال يعني الأطفال ايش مصيرهم صار فيهم شهداء لحقتوهم نقلتوهم؟ لا الأطفال نقلناهم يعني كانوا طيبين فنقلوهم على إحدى المشافي القريبة منا نقلناهم حطيناهم بالحواضين اللي بالمشافي يعني اذا دكتور يعني كلمة أخيرة يعني بتحب تحكيها إنه عن قصف مثلا مشفى أورينت يعني عن استهدافه عن قصف المشافي بشكل بشكل عام والله يعني, يعني القصف يعني متوقع ينقصف اي منطقه في كفرنبل يعني نظام متوقع منه كل شيء كل شيء متوقع منه شكرا كثير لك دكتور شكرا <applause> نعم اذا يعني هاي كانت نافذه من من قصف مشفى اورينت كفرنبل اعود واكرر بان ايضا اليوم صب النظام جام غضبه على مدينه معره النعمان كانت هناك مجزره 12 شهيد في موقع واحد للقصف شهيدتان ايضا امراتان في موقع اخر يعني خلال تواجدنا لمده ساعه واحده في معره النعمان كان لدينا ايضا بث مباشر 11 غاره على مدينه معره النعمان مدينه كفرنبل ايضا تعرضت للقصف الريف بشكل عام تعرض للقصف هو انتقام متوقع كما نعم. قال معظم الاهالي هنا من النظام كرد فعل على تحرير معسكر وادي الضيف الحميديه شكرا محمد الفيصل مراسلنا وايضا دكتور سامي بيوش ومحمد كمان يعطيك العافيه اليوم كل النهار انت عم بتغطي بهديك المناطق الحدث اول باول الله يحميك شكرا لك دكتور عمار يعني النظام ضربته اسرائيل انتقم من مراسلين الاورينت ضرب مشفى معره النعمان انتصروا الثوار بمعسكر الوادي الضيف والحامدية قصف مشفى كفرنبل هلأ بموضوع المراسلين قسم المراسلين قالوا لنا بأنه لما استشهدوا مراسلين مراسليننا اثنين والمصور اجتهم طلبات كبيرة من أهالي درعا كلهم بدهم يعبوا هذا المكان وبدهم يشتغلوا ما في خوف نهائيا صحيح هو يعني دائما كان النظام يحتفظ بحق الرد طبعا لما قصف مراسلين صحفيين تبع اورينت كما قصف مشفى المعره فالرد دائما بيكون على المشافي وعلى المدنيين صحيح وهي هي شجاعه نظام طبعا الاعتداء على المدنيين اليوم لما بيستشهد احد الكوادر ان كانت الطبية ولا الإعلامية ثقت تماما الناس جاهزه لانه تضحي بدمه وتستمر وتشتغل وتشتغل مجانا والتابع لا نصال لرسالتنا اللي نحن بالأساس خرجنا لأجلها فإن شاء الله مستمرين لن نتوقف إن شاء الله, الله يوفقكم ويعطيكم العافية ترحم على روح شهدائنا وشهداء اليوم وشهداء السابقين من أورينت وكل الشهداء السوريين الله يرحمهم يا رب دكتور عمار مارتيني المدير العام لمجموعة أوريانت الإنسانية شكرا لوجودك مع شكرا, مع إليك. شكرا. شكرا إليك مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود أرجو أن تبقوا معنا شكرا دكتور, دكتور.